الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: تحمل الصحابة صحابته قاد شر أيقاتين الشدائد وحيالها عذارك يدباتوينك يوال أذى لك الشدائد ندوار دباتوينك أذن إسلام دواو إسلام دباتوينك في الدعوة إلى الله تعالى دعوة تدكو حق إله اللوغو يرو أي شدائد هانا يوقاتين باب كذويا تحمل الله تعالى عنه الشدائد. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لباتوينكو دعودا أوقات كلاسوا كل مي. أخرج الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي الله تعالى عنها قالت وحيتري: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة النبي ومركي كلمين وكانوا وحين أهين 38 رجلا سديد يصد النبي هاين مركز وبلوغ إسلامك ألح وحكو أدكيي أبو بكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إله وحكو أدكيي في الظهور إن لا صبح وقرسودقا يسخبينتا لقجرة إن لا قبح. فقال النبي عليه السلام حير: يا أبا بكر أبو بكر وإنا قليلون إنك وان يرنهي. فلم يزل كما يزول أبو بكر رضي الله تعالى عنه يلح إنه كؤد كيو إن لصبح تظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صبحي وأرقم من أرقم قرقي سوك صبحي وتفرق المسلمون مسلمين تنوي كلباهين في نواحي المسجد حرمك لنعدي سلوك كلباهي كل رجل إنك استيوحي كباهي أتك في عشرته تلكي ولا عبصدي. وقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه باكعي في الناس ددك لحظة ديبو كعي قريش دحيد انتو لحي استاغي خطيبا حالو يهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله جالس نبي قوو فرديي أبو بكر نو قد بذين هي. فكان أبو بكر وحوها أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله قفك أهرييي يا خطيبك أهرييي يا إلهي يا النبي قصدك وقويا دا مركو إسلام كسلا أموجي محادا عي وثارا وحاكسو بوذي المشركون قالذي على أبي بكر رضي الله تعالى عنه بيكسو بوذين وعلى المسلمين بيكسو بوذين فضربوا مركاسي جراعين مسلمين تي في نواحي المسجد مساجد كهريريه سحابة كباهي بلوغو قراعين كستهر كيسي ضربا شديدا قراعتان آذو أذكب مسلمين تي لقراعي ووطئ وانا لغو جوك سدي كل كي للاقدي كدب كل كي للاقدي كدب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وضرب والا قراعي أبو بكر ضربا شديدا ودنا وحاسو دواذا منها أبو بكر وحاكسو دواذا الفاسقو ننكي فاسقة هابا وبكر كسور دوادي عتبة ابن الربيعة لورنجري فجعل عتبة سوحب الله بي يضربه إن وبكر كقرع بن علين لبكبو مخصوفتين أو أدأذك لبكبو أو أدأذك وإسا سارسار إن كقرع بالله ويحرفهما ولبا لبكبو قرقر كودا يدين عوذو كقراء عيي لوجهه وجه أبو بكر ونزا وحون مركا كفر يستي على بطن أبي بكر أبو بكر عروشو كفر يستي ونكاسو كباها قرقر كودن وجه كقراء عيي حتى ما يعرف إلى القرن ويوجهه أبو بكر وجه قيس من أنفي وجه يسن كيبا برر أوقي لك القرن وايي وجاء ابن تيم ربني تيم أبو بكر قال دي سياهيد بايميد يتعادون يجي أسوق علينا هي ودق دق يي كل كي وركي مقلين حرم كي مادين فأجلت
فأجلت المشركين فأجلت مركزي ككحيين ريب بني تيمكي المشركين عن أبي بكر من مركز كقادين ودقالي اسمرك يمادين أيا فأجلت وحي كدريريين المشركين مشركين تعان أبي بكر تلكي وحملت بنو تيم ريب بني تيم بمركة أبو بكر بيقادين في ثوب مريكو قادين حتى أدخلوه إلى أبو بكر يقليين منزله قرقيسي ولا يشكون مين كشك السنين تلكي أبو بكر في موته قريديسا ثم رجعت بنو تيم باصور نقضي فدخلوا المسجد بيقالين وقالوا وحير أهدين تلكي أبو بكر والله بانكو دارنا يلا إن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن الربيعة هدو أبو بكر دنتو عتبة وانديلينا فرجعوا مركزي سنقضي أبو بكر تلكي إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة أبو بكر به وحوق دقالي يو بنو تيم يكلمون أبا بكر أبو بكر لها دلان حتى أجاب مردم بؤسو ميرسلي أيو أبو بكر هادلي فتكلم مركزها أبو بكر هادلي آخر النهار مالك قلن كي سيدن ببو هادلي فقال وحيري ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة دي أهو الرئيسة يكسو بحضة أبو بكر قولكو انت يري أيام حيس ميين تلكي فمسوه فمسو يعني محاكو يلا هكذا فمسو منه يعني أبو بكر بي أفلقاديين بألسنتهم نبي مركو سؤال القادة وحلو دي لنوا نبي قاوغي أي فمسوا منه ويتابتين أبو بكر يعني ويفلقاديين بألسنتهم ووعذلوه وينعنانتين ثم قاموا ويسكاك عين وقالوا لأمه أم الخير أي كير هذين انظري نبل إيك أن تطعميه شيئا إن أذو حسيسو أو تسقيه إياه إن أذو حورابيسو بل إيك إيك وأذو قدي حناني فلما خلت به مركي هو يدي أي جون إلا نقطة أبو بكر ألحت عليه عنتذي بي كق السبتي يعني بي كؤت كيسين عنه وجعل يقول إسنو حاك سوهر ديون إنو يرهدو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول كإله محسمي فقالت وحيتر هو يدي والله ما لي علم بصاحبك صاحبك وحكو دعي وركما هايو فقال وحير أبو بكر اذهبي سعو إلى أم جميل بنت الخطاب قبل داوت عمر ولا شيء أهيد مسلمات بي أهيد وفاسأليها عنه بل نبي ويدي فخرجت ويبحث حتى جاءت أم جميل بي أتكته يدي فقالت يدي وحي كتري إن أبا بكر يسألك وحيك ويدينه عن محمد بن عبد الله فقالت قبل أم جميل باتر عمر ولا شيء يدو اسقرين هيسا ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله نانو أبا بكر يا نبي من ما قانو وإن كنت تحبون هذا جعشهي أن أذهب معك إن أنكر راعي لابنك إن أنكاغ إن أنكر راعو وأن سمينها يا سيدا قالت يدي أبا بكر وحيكو تير نعم بعد الراعي كرتا فمضت أم الجميل بسوسعت معها أبا بكر يدي بسور راضي حتى وجدت أبا بكر أي أرقت صريعا أسقي أولك دن دنفا أو سكراضي فدنت أم الجميل بسور دواتي أبا بكر بيكو سور دواتي أبا بكر آد أفالح مركي أرقت سكراضي وأعلنت بالسياح قيل أفكا كالقادي وقالت حيتري والله بانكو دارت إن قوما دت نالوا هذا منك وحنكو سو قارسي إلا أهل فسق وكفر قال لما إيا فسق أي إهل أيهين وإني لأرجو وحن رجين هيا أن ينتقم الله لك منهم إنو إلهي كاغا آرقويو أيانا أبو بكر إلهي كالرجين قال أبو بكر وحير فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الجميلة محسمي النبي قالت كبرني يضع عبسنه سبيتري هذه أمك تسمع هو يذهب إنما قليس
قال أبو بكر فلا شيء عليك منها وحبك ما قال إنه يدي هكبقنا إيشك. قالت أم الجميل وحيتري نبي عليه السلام سالم صالح ونبت قشن يهي ونسك في عين يهي. قال أبو بكر حيري أين هو هل كيبو جوغا؟ قالت قبرد وحيتري في دار الأرقم أيو جوغا. قال أبو بكر حيري فإن لله علي إلهي وحي يقول يهي وندري ألا أذوق طعاما إن أنا عنتدر من ولا أشرب شرابا أنا وحبعب أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما النبي أغتق أيو فأمهلت ويسوغين وقبرد إن خطاب يهو يدي حتى إذا هدأت الرجل لقت مركي دكتي سعودك وكلا يراضي وسكن الناس وددكنا أي دقين خرجت به أبو بكر بيقاذين يتكئ عليهما أسقي أو لبضر لنعي كلاوضان ويعني كتير سنة يلبضوذي حتى أدخلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي أي أقجليين. قال وحيري فأكب عليه وحا أبو بكر رضي الله تعالى عنه دل بورتي أو دي كدل دي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي فقبله وردن كذي نبي عليه السلام أبو بكر أيوردن كذي وأكب عليه وحاسو قابله أبو بكر المسلمون ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أنه أنحي أو أجلعي رقة شديدة جراء آذ أحق بذنب أدن قضي. فقال أبو بكر ما يري بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس لبات إمه يسو إلا ما نال الفاسق من وجهي وجهه إقاقراعي قال كيمو ييني لبكلا إمه يو وهذه أمي تنوه يدي برة بولدها ويلكيد باري بيؤتهي وأنت أذقنا رسولك إله يوم مبارك قف بركيسان باتهي فدعوها إلى الله حق إلهي أقويل فدعوها إلى الله وودعو الله إلهينا أبر لها أيضا عسى الله ألا وحوم ذيهي أن يستنقذها بك من النار إن إلهي نارتك إيضا كاقبت باديو يعني هذه السبب تظن إلهي إذا نارتك قبل باديو إلهي مذيهي. قال وحيري فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قيبا أدعييه يدي ودعاها إلى الله بأقوي ريو فأسلمت هل كيبيكو إسلامتي وقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار شهرا بالبين النبي عليه السلام دارتي أرقم ابن الأرقم للجوغين وهم مسلمين توحيهين 39 رجلا وقد كان حمزة ابن عبد المطلب أسلم وحو إسلام يوم ضرب أبو بكر ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أي النبي أدعي أو لأبي جهل بن هشام أدعي فأصبح عمر رضي الله تعالى عنه أيا وبريستي وكانت الدعوة دعاده وحي هذا يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميس أي إسلامي فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أيا تكبير سدي وأهل البيت يدركي دارت اللجو غيبا تكبير سدي قلكو عمر إسلامي تكبيرة تكبير سمعت لقم قلي بأعلى مكة مكة الشيدة وخرج أبو الأرقم أيا صوبحي وهو أعمى سقو عندلا كافر وويل كان دارتي سلقجر أبيه بوها وهو يقول أسقي ولا أرقم كان اللهم اغفر لبني عبيد الأرقم فإنه كفر ويل كيغن يرئي قالوا بي إله يو أدن بالداف بولها وذيك السيدة لها يو إسلامي ويلك. فقام عمر باكعي فقال وحير يا رسول الله على ما نخفي ديننا دينتنا محانو قرنهينا ونحن على الحق إنك حق السغن دينتنا محانو قرنهينا ويظهر دينهم دينت قارض محي أمو جنهيان وهم على الباطل يقو باطل كسغن. قال النبي وحير يا عمر إنا قليل وان يرنهي قد رأيت ما لقينا وحالك لنواذيق أركا. قال عمر وحيري فوالذي بعثك بالحق من كل دارتين
لا يبقى مجلس فرد يا مجلس ما هذا يوم جلست فيه أن فريست بالكفر قال لما أن كفريستي إلا أظهرت فيه وحنكسو موجن هيا انكسو الظاهرين هيا الإيمان إيمان بانكسو موجن. ثم خرج عمر باب حي فطاف بالبيت كعبدي بكوطة وافي ثم مر بقريش بوصامري وهي تنتظره يغو سقي عمر فقال أبو جهل بن هشام بايري يزعم فلان أنك سبوت هبل وحوشيق يا عمر وإن أتقالوا ذي. فقال عمر بايري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ساسويري. فوثب المشركون بكسوا بوذي إليه عمر بكسوا بوذين ووثب عمر نوحي كبوذي على عتبة عتب كبوذي مركب لقسوا بوذي عمر بو عمر نوحي كبوذي على عتبة أنك أبو بكر دي لمالين كاس وفبرك عليه مركسوا بورتي انتو لقدي وجعل عمر حب اللابي يضربه إن عتبة قراعه وأدخل عمر حب لي إصبعه فرتي سنة في عينيه لبدأ إن دوت بينه كسو صار الدوني فجعل عتبة يسيح عتبة مركا عباضي. فتنحى الناس ذلك مركا ككل دورك عمر فقام عمر باكعي فجعل وحو عمر باللابي لا يدن منه أحد إن نقفن أسو دوان إلا أخذ عمر وحو قبنهي بشريف ننوين أغاسها وممن دنا منه ذلك الكسو دوان ننك أغم حسن أغم مقعدير بو قبنهي حتى أعجز الناس إلى ذلك لنا إميش جوغ عمر وعجز قليي واتبع المجالس فردي يدي بمركة عمر فردي فردي إي مجلس مجلس بو صامري التي مجالس تاسو كان يجالس فيها وعمر فريسا جري وفيظهر الإيمان إيمانك كموجنها يي. ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي بكون نقضي وهو ظاهر عليهم عمر أكسو قوليس قال ذي قال وحير ما عليك بأبي وأمي ما عليك يعني محا هذا دش هذا بأبي وأمي والله بانقود أرتين ما بقي مجلس مجلس مهر كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب أنهم كهيبي سنهن عدنا ولا خائف عدنا أن كبقين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم باب حي وخرج عمر أي بحي أمامه أمام النبي عليه السلام وحمزة بن عبد المطلب نوهر سعودي حتى طاف بالبيت إلى نبي قرق وقطوافي وصلى الظهر بتكذي مؤمنا نبي وكنبت قشن لبكوذا. ثم انصرف إلى دار الأرقم أي النبي أتقي عليه السلام دار تيسي أرقم الدقنا بقون نقضي ومعه عمر نبي عمر لسعوته. ثم انصرف عمر بسعود وحده كريقي ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم نبي نوه يسكن نقضي. ابن كثير عليه رحمة الله وحيرة والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة وإسلامي وذلك وقت عمر إسلامين وحيهيد في السنة السادسة من البعثة سو صارتان كالنبي عليه السلام كلك لقجه السنة كي لحاد كذا في البداية وذكره قصة وحشق الإصابة وذكره وحقصا شقي الحافظ ابن حجر في الإصابة عن أبي عاصم. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حيتري لم أعقل بيت عائشة وما عقلي يسن أبوي لبذي ذا والد قط ولقي إلا وحان عقلي يسيون وهما يغيو يدينان الدين دين إسلام كي يقول الدين أتاهم بنان يقول عقلي يستي. ولم يمر علينا يوم مال مين النصمر إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قول نوء من جري طرف النهار مال كالبدي سعرف بكرة صبحية وعشية تانا وحد كفهم العلاقة النبي قول لها أبو بكر مال كأغيران لبجر بقولك أبو بكر تجري. فلما ابتلي المسلمون
مركي مسلمين تي لا امتحامي لبكي او دعي خرج ابو بكر باب بحي مهاجرا حالو يا هي اسوغ هجره نحو ارض الحبشه حدوني دولكن دغنا هينو يمادو حتى اذا بلغ مركو ابو بكر سو غاري برك الغماد وميل شنه من لو مكه لوغه سو سوده حق بدا ايا لقيه وحا ابو بكر لكلمي ابن الدغنه نلو اورنجري وهو ابن الدغنه سنه سيد القاره قلدي ري قاره لو اورنجري اوغاسكيدي بو اها فقال ابن الدغنه باو حير اين تريد يا ابا بكر فقال ابو بكر وحير اخرجني قومي تلكي با يسو ساريون فاريد وحان دونيا ان اسيح في الارض تلك الهي ان نسك الطواف هو اعبد ربي ربي غينا نسك عابد قال ابن الدغنه وحير فان مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج اديق اوكله لما نيريو او لما سارو اسنا كما بحا ودنكيسا انك ابو بكر تكسب وحد وحسيسا او نفقيسا المعدومه قف كان وحبهيس ان وحبات سيسا وتصل الرحمه رحم كان وحيليسا وتحمل الكل قف كان وحبهيس ان علس ودينك وحلانت فقر وعسلينا وحبات سيسا ادغو تكون فاقدا وتقري الضيف مرتدنا واد مرتي جليسا وحي مرتد وبهانتي بات سيسا وتعين وانا اوغغرت على النوائب الحق حوادث هي مصائبته وحي كو دعان واد اوغغرت فانا جار انا كن مغن جيرين هيه ارجع نقو واعبد ربك ربك اسك عابد ببلدك مغالدك عابد مكه فرجع وسونق ابو بكر وارتحل معه ابن الدغنه ابن الدغنه جاريتي بلا سوكر ابو بكر فطاف ابن الدغنه اي وحو طوافي كعبدي بو طوافي عشيه وقت قلبها ابو كعبدي كو طوافي في اشراف قريش قريش اضياش ديو اركي ابو طوافي ابو بكر نلا جوغو فقال لهم ابن الدغنه ابو قريش كو يري ان ابا بكر لا يخرج مثل لا يخرج مثله ابو بكر اسوغ او كل تلكي كما بخو ولا يخرج لمن صار اتخرجون رجلا وموحد اريسان وصاريسان يكسب المعدوم قف كان وحبه سنين وحسيه ويسل الرحم كحليليه ويحمل الكل قف كعلسنا يعني قاده ويقري الضيف ويعين على النوائب الحق فلم تكذب قريش قريش مركا مين الدين بجوار ابن الدغنة نكا مغنقلي يدو أو بكر مغنقلي يمين معارضين وقالوا لابن الدغنة وحي كير هذين مر أبا بكر أو بكر وحاذ أمرتا فليعبد ربه في داري إلهي سقرقي سهكو عابدو وفليسلي فيها قرقي سهكو تكدو وليقرها أخريا ما شاء قرقي سوحو دونو لكن ولا يؤذينا أيونا ندبن بذلك عبادة ديسا ولا يستعلم به عبادة ديسا أيونا موجنن أيونا عديسن فإنا أنك نخشى وانكبقينا أن يفتتن النساء أن يفتتن النساءنا وأبناءنا فإنا نخشى أن يفتن فإنا أنك نخشى وانكبقينا أن يفتن إنو فتن يو نساءنا دمر كيجا يا وابناءنا فقال ذلك ابن الدغنه لابي بكر ابن الدغنه با ارنتا او شيغاي شرطيغا ابو بكر فلبث ابو بكر بذلك ابو بكر با حالدا كجري او غريغيسا الهي كو عابوديه يعبد ربه في داري او ولا يستعلن مون عدين هين ابو بكر بصلاته سلاديسا ولا يقرا قرانا ما اخرين الا في داره غري في غير داره غريغيسا ميلان اهين ثم بدا وحا ابو بكر لنقطي ثم بدا وحا ام قطي لابي بكر ابو بكر ان وسدا وح كبدلو او فبتان ثم بدا لابي بكر ابو بكر وحا ام قطي ان او غور دستو فبتنا مسجد المساجد بو كدستي
بفناء داره غريغي سدار دي سبو مساجد يركان دستي وكان يصلي فيها الكسكت كان هي ويقرأ القرآن قرآن كان وآخريي فيتقذف وحا اسكسو توريي وزحمد اسكسو عليلي عليها أبو بكر نساء المشركين وأبناؤهم يا اسكسو عليلي وهم يغيو يعجبون منه كيابا أعماش أبو بكر رضي الله تعالى عنه وينظرون إليه وين إيغيين وكان أبو بكر وحوها رجلا نبوها بكاء أوهم بدن لا يملك عنده سمق بن هين إذا قرأ القرآن قرآن كما خرق مركو آخر يوم وأفسع ذلك عبادة سوحق قحق يلسي فقريش من المشركين مشركين تقريش بارنتا ستابتي فأرسلوا إلى ابن الدغن بيؤدرين فقدم عليهم وأيمد فقالوا وحي رهدين إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك أو بكر وإنك مغنجلي يدا أدوغا مغنجلي سي أوغاد على أن يعبد ربه في داره شرط قن وحوها إنو إله قرقي سكو عابدو فقد جاوز ذلك بلانتي وردافي فابتنى مسجدا بفناء داره قرقي سو كرلستي دار مساجد كرلستي دار تيسا دارة دادا وفأعلن بالصلاة صلاة بودتك تسي والقراءة فيه وإنا قد خشينا وانكبغني أن يفتن نساءنا وأبناءنا إنو الدمركي يعروتي نقفدنا يا إسلاما ما كبغني فإنها أردوك علي فإن حب هدوا وبكر جعلاده أن يقتصر إنو ككو بصدا على أن يعبد ربه في داره فعل سلاها سميه وإن أبا هدود ديوذو قريسون إنو كعبا ديستون إلا وإن أبا هدود ديوذا إلا أن يعلن ذلك إنو أرنتا عدى يسمويان فسله ابن الدغن وحاد ويدسة أبو بكر أن يرد إليك ذمتك إنو مغنتي كوسو عليو فإنا قد كرهنا وأن عني ابن الدغن أن نخفرك إن بلنت هذا الجبن ولسنا مننهن أنك قريش دانهي مقرين كوياليا لأبي بكر أو بكر وياليا الاستعلان إعلان كأي أعماشي ساس قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وحيت رفاءت ابن الدغن بأيمد إلى أبي بكر فقال وحيري قد علمت الذي عاقدت لك عليه قد علمت وذكت أبو بكر والذي عاقدت عليك الذي عاقدت لك عليه بل أنت أنكور لغيوات قرن فإما أن تقتصر إنات ككوب ستو على ذلك وحان إسكو أغين وأهينات قرغا ينكو عبادي ستو وإما أن ترجع إلي ذمتي يأينات إيسو عرس مغانتي فإني بيول ابن الدغنة لا أحب مجعلي أن تسمع العرب وعرب إني مقشو أني أخفرت في رجل نن إن لإيقج بيي عقدت له أنكم مغانجلية أنسيي مغانجلية عربت ميلو ميكتاق نيد فقال أبو بكر بايري فإني أرد إليك جوارك مغانتي وانكوسو عليي وأرضى بجوار الله عز وجل مغانت إلهي من أنكو رالكو أهي فذكر الحديث بطوله في الهجرة وأخرج أيضا ابن إسحاق بنحوه في سياقه فخرج أبو بكر بابحي مهاجرا حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين لبما المضمركم مكة كسي سعود لقيه أبو بكر وحالكم رضي الله تعالى عنه ابن الدغنة وهو يومئذ ابن الدغنة سنة سيد الأحابيش دور قلاء ستك تكتي أيوءها بقر فقال ابن الدغن وحيري إلى أين يا أبا بكر قال وحيري أخرجني قومي وآذوني وإردبان وضيقوا علي وين إعريليين تلكي قال ابن الدغن وحيري ولما ومحيكور لبيان فوالله إنك أذق لتزين العشيرة تلكي وننقر حياتها أذق تلكي وانقر حساء وتعين على النوائب حوادث إيه مصائب تدعنا نواد كوكا الميساء وتفعل المعروف وناك نواد سميساء وتكسب المعدوم كان وحبه سننا
وحبات سيسا ارجع نقاو بكرو فإنك في جواري مغنت إذا تهي فرجع معه وبكر بلس ونقض ابن الدغنة حتى إذا دخل الكعبة حتى إذا دخل مكة كلكم مكة قلي قام معه ابن الدغنة أي إسقرب قستاق يا وبكر فقال ابن الدغنة يري يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة ابن أبي قحافة أنا مغنجليي فلا يعرض له أحد إلا بخير وحن خير أهي نكها كله ريمننا قال وحيري فكفوا عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أي دبكي كدايين وفي آخره قصة آخر كذا وحاكو جرتين فقال ابن الدغنة يريا أبا بكر إني لم أجرك أنه مغنجليك مسينين لتؤذي قومك إن تلك أعماش هذا قربته وقد كره مكانك الذي أنت به دارت هذا إيه مساجد كان أعماش هذا ويكرهين وتأذوا بذلك منك وين لبسدين فادخل بيتك ورقرقاك إسكقل وفصنع فيه قرقاك وحاد كسا ميسا ما أحببت قال أبو بكر حيلة أو أرد عليك جوارك هدان كوسو عليا بيريكا ورن مغنتادي وارضى رالي ان كن نقدنا بجوار الله قال ابن الدغن وحير فردد علي جواري مغنتيدي يسوع علي قال وحير قد رددته عليك وان كوسو علي قال وحير فقام ابن الدغن اي مركاك عي فقال وحير يا معشر قريش ابن ابي قحافه قد رد علي جواري ويسوع علي مغن تيديم فشأنكم بصاحبكم وكا صاحبكين أبو بكر إذن كي يدوح كالقادان كذا في البداية وأخرج ابن إسحاق أيضا عن القاسم قال وحير لقيه يعني أبا بكر الصديق وحال لكل مي حين خرج من جواري ابن الدغنة أبو بكر ابن الدغنة مغن تيسي مركو كبحي أيا أبو بكر وحال كلمي سفيهن مذوح مقرتاءها ومن سفهاء قريش قريش سفهاء ذي كمدها وهو أبو بكر عامد إلى الكعبة كعبة كسو السعودة فحثى وحكس إلي على رأسها أبو بكر مذحيس ترابا فمر بأبي بكر أبو بكر وحاسو مري الوليد بن مغيرة قال كي وينا يا والعاص بن وائل فقال له أبو بكر باكويري ألا ترى ما يصنع هذا السفيه لبضي قال باكويري ورننكا وحما قرطده وحي أقول سمينه يميذان أركين عيد مدح يقال شبيا فقال وليدك محويري أنت فعلت ذلك بنفسك هذا وحايس قيستي وهو يقول أبو بكر مركب حولها أي ربي إلهي بكو على علي ألا إله يوم ما أحلمك محاكا دلقات بدن أي ربي ألا إله يو ما أحلمك محاكا دلقات بدن أي ربي ما أحلمك كذا في البداية وقد تقدم في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها عند أبي يعلى وغيره قالت حتر فأت الصريخ قيل ذي باوتمت نبي مركي الذي عليه السلام أيذ قراء عن مالك إلى أبي بكر فقالوا وحيكو يرهدين دادك يا أبو بكر أدرك صاحبك فخرج من عندنا أي أسمة النبي قال نقبح وإن له لغدائر نبي عليه السلام وحنجد أبو بكر ومالك تدعي لها أفر تدع لغدائر أربع أفر تدع بلها وهو يقول أبو بكر مالك حولها ويلكم أتبطلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فلهوا وحي مركا كم مشغولين كتغن قال ذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبو بكر بيسو قابلين قالت وحي تري أسمى فرجع إلينا أبو بكر بانوسو نقضي فجعل وحو أبو بكر باللابي لا يمس شيئا من غدائره إنه نتمه يتدعي لي وقعنتي سسار إلا جامعة تمه بسو الراعيي وهو يقول أبو بكر عليه تباركت يا ذا الجلال والإكرام
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.